انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت قال اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايزه اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمره واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. اول ما الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. رجعنا لكم بعد أسبوع من التوقف بسبب الإنذار اللي جالنا من اليوتيوب بعد ما المنصر محمد رحومة عمل بلاغ على الفيديو اللي تم نشره وقال ان فيه تحرش وتنمر. واضح ان الفيديو ده اثر فيه بشكل كبير، علشان كده قررت اعمل فيديو جديد وشامل يتم فيه عرض كل الحقائق والادلة اللي بتثبت هروبه من مصر بعد ما اختلس اموال من جامعة المنيا وتنصره برا مصر. النهاردة هحكي لكم قصة محمد رحومة من البداية للنهاية. هنبدأ من هروبه من مصر بعد ما اختلس أموال من جامعة المنيا لغاية ما أصبح منصر. رحومة كان أستاذ في جامعة المنيا ووجهت ليه اتهامات باختلاس مبالغ كبيرة. هنعرض لحضراتكم النهاردة تسريبات وأدلة بتأكد الكلام ده، وكمان فيديوهات لمسيحيين بيقولوا إن رحومة بيخدع المسيحيين وبيدعي إنه بيستضيف عابرين مقابل 50 دولار للحالة الواحدة. عندنا كمان تسجيل لابن جرجس اللي قال إن رحومة كذاب ومدلس. هنتكلم عن كل ده وأكتر كمان، وكله بالأدلة والبراهين اللي بتأكد صحة كلامنا. فيا ترى مين هو رحومة؟ اسمه بالكامل محمد محمود محمد أحمد رحومة، من مواليد مركز صملوط بمحافظة المنيا، وهو خريج كلية الآداب جامعة المنيا بتقدير جيد، وتم تعيينه بكلية الدراسات العربية جامعة المنيا إلى أن وصل إلى درجة أستاذ مساعد. وعلى حسب أقوال زملائه في الكلية لم يتم تعيينه لا وكيلا للكلية ولا عميدا لها، لأن المناصب دي لازم يكون اللي وصل لها أستاذ وليس أستاذ مساعد. كما أن أحد زملائه أكد أن مستواه العلمي ضعيف جدا ولا يرقى لدرجة دكتور جامعي، وأن له فضائح أخلاقية تم التستر عليها من إدارة جامعة المنيا في ذلك الوقت. ونتيجة لتعيين رحومة رئيسا لمركز سوزان مبارك للثقافة والفنون، كان بينظم حفل غنائي خيري لصالح ضحايا الأورام اللي شارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين بشكل تطوعي، إلا أن رحومة زور إيصالات تفيد بأنه تم دفع مبالغ مالية للفنانين مقابل مشاركتهم في الحفل وصلت إلى مئات الآلاف من الجنيهات قام باختلاسها وتحويلها إلى حساباته البنكية. الموضوع ده كان هيمر زي أي عملية اختلاس غير معروفة، ولكن يشاء الله أن يكشفه. فواحد مسؤول من جامعة المنيا كان على صلة صداقة بأحد الفنانين المشاركين في الحفل، فراح قال له مش عيب يا راجل كده تاخد فلوس في حفل تطوعي لصالح مرضى الأورام. فالفنان قال له أنا ما خدتش حاجة وأنا مشارك متطوع. فقال له إزاي؟ تعال شوف الإصالة هو وإنت ماضي عليه. فقال له ده مش توقيعي وأنا ما خدتش حاجة. فتم عرض الأمر على إدارة الجامعة للتحقيق في الموضوع، وبعد كده قررت إحالة الملف للنيابة العامة
اللي أثبتت بعد التحقيقات وجود عملية تزوير في واقعة حفل ضحايا الأورام واستيلاء محمد رحومة على مئات الآلاف من الجنيهات، فحولت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات. وقبل النطق بالحكم، طلب رحومة من الجامعة تصريح بالسفر لألمانيا بدعوى المشاركة في مؤتمر علمي، وهناك اتواصل مع منظمات حقوقية أمريكية وقال لهم إنه مضطهد دينيا في مصر ونتحول من الإسلام للمسيحية، ودي حجة أي حد عايز يسافر برا مصر هربا من الملاحقة الأمنية إنه يقول إنه مضطهد دينيا. فبقيت موضة زي بالظبط المنصرة ميرفت اللي لجأت لنفس الحيلة وأخدت لجوء وبتدخل وتطلع برا مصر عادي جدا. وطبعا زكريا بطرس وأباط المهجر بيعملوا منه بطل ومناضل وبيضحكوا على النصارى في مصر وبيطلعوا مفكر إسلامي آمن بالمسيح والمسيح بريء منه ومن أفعاله. المهم اتحكم على رحومة بالأشغال الشاقة لمدة 20 سنة والعزل من الوظيفة في القضية رقم 3514 بالحكم الصادر في 17 نوفمبر 2001. ودي كانت حكاية محمد رحومة اللي بيعتقد بعض النصارى البسطاء في مصر ان تنصره مكسب ليهم. وبدأت الحكاية مع رحومة لما افتكر نفسه عبقري وبعت سكرتيرته علشان يقنعوني ان المسيحية هي الصح والاسلام غلط، واني اخطأت لما سبت نور المسيح ومحبة المسيح، وكان المقابل انهم يرجعوا لي ولادي الصغار ويسفروني خارج مصر، واقول ان المسلمين خطفوني واجبروني اني اعمل فيديوهات تهاجم المسيحية. كان رئيس جامعة المنيا، كان قسم الشريعة الإسلامية، كان مدير الجامعة بتاعت المنيا. صدقيني كان متعصب جدا جدا، وكان ليه صور مع الإخوان، وكان ليه صور مع كان رئيس مجلس الشعب القديم ده اللي بين الإخوان. يعني الراجل ده ما جاش كده للمسيح، ده جاب معجزة، ما جاش كده بإيمان ولا دراسة ولا مقارنات ولا نونو، ده شاف المسيح. بابا رحومة كلمني تمام وقال لي في دكتور هيكلمك تمام، هو اللي ماسك الخدمة تمام. ومهم الدكتور طبعا عايز يطمن. أكيد طبعا. ألو ألو ألو، مع حضرتك؟ ألو ألو، إزاي حضرتك سيد رحومة؟ الله يسلمك يا حبيب بابا. الحمد لله. معاك نوها او غادة؟ انا مش الاستاذ رحومة، انا بابا. اهلا يا بابا، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ماما، ازيك؟ تمام الحمد لله، نشكر ربنا. اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال، نشكر ربنا. هي انت عندك رسالة عليا؟ الاستاذ ميرفت، استاذ ميرفت كانت كلمتني على حضرتك يعني، وقلت لي ان انا لو احب اسافر يعني وارجع لحضن مسيحي تاني حضرتك مستعد تساعدني وكده. من عينيا، بس اهم حاجه تكون انت قبل المسيح زي ما اتولدتي اول مره. أكيد طبعا. وعارفة النعمة اللي انت خسرتيها، يعني أنا آجي أسيب مناصب العالم، أسيب مكانتي كنائب وزير وعميد كلية، وادخل صفحتي وانت هتشوفي وتقري وتشوفي صوري مع الكبار ومع الوزراء، وانت تسيب المسيح وتجري منه. طب هو مش سايبك أهو بيجري وراكي. معلش، زي الابن الضال بقى لازم يرجع لحضن ابوه تاني بقى. معلش، يعني انت ما عندكيش اسئلة ليا ولا حاجة؟ لا بس انا ليه مش سؤال، لا انا خلاص تماما، يعني انا هرجع للمسيح وكل حاجة، بس انا يعني كان ليا رجاء ان انا كان نفسي اشوف ولادي قبل ما اسافر، وده امر يعني نفسي ان انا احققه. دي صعبة دلوقتي، خليني اصفرك وبعد كده انا اوعدك تشوفيهم. يا بابا ما هو صعب ان انا اطلع برا مصر وانا مش ضمن حياتي، طبعا احنا حياتنا في ايد ربنا ومش حياتنا في ايدينا. يا حبيبي انت هتبقي في رعاية رب المجد يسوع المسيح.
ايوه انا بوعدك سيبيني اخصب سيبي ايديك لربنا، اقول له تعالى انت يا رب خطفني مشيني بس وانا بعد ما طلعك انا اوعدك بكل اخبار حلوه، هتعاون مع الكنيسه واشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت عشان اجيبهم لك عندك. هنقول ان هم خدوكي بالعافيه وعملوا مش هتقولي راحه بارادتك برضو، انت هتقولي هم خدوكي وخلوكي تعملي الفيديوهات دي وتحت تهديدات. افهمي، ما هو ما ينفعش انا راحه بمزاجي وبعد ما راحه بمزاجي خلاص انا رجعت. لا ده انا اتصهرت واتخطفت واتقلي بقى. وعلشان القلم علم على وشه حب يرده، بس لسوء حظه انه فكر بغباء وقدر انه يتواصل مع ابو ولادي واقنعه انه يسجل معاه حلقة ويقول ان ام ولاده تركت المسيحية وراحت للاسلام لانه دين بيشجع على الدعارة والزنا. هذا زوج المدعوة غادة صابر عم خيل، التسرية بتاعتهم هي دي، والاسلام يحتاج اليهن. يحتاج الى الدائرات، ممارسة البغاء، المقنع، البغاء الشرعي. ها البغاء الشرعي، هو في زنا في الاسلام يا حبيبي؟ ما في زنا في الاسلام يا حبيبي، ما جايبين حاجه زي كده زي كده، حالات زي كده بيرموها بالشارع تحت العناوين معايا. احنا خبير، انا دي شغلتي. ما في زنا في الاسلام، وهم بيستغلوا الحكايه دي. وباللقاء ده اعتقد انه انتصر، مع ان اللقاء ده كان تمهيد انه ياخد القلم التاني. ومن مين؟ من الشخص اللي سجل معاه. ربنا سبحانه وتعالى قدرني وعرفت احصل على تسريب من الشخص اللي سجل معاه بيعترف فيه ان رحومه ضحك عليه لما وعده انه يبعت له فلوس مقابل انه يسجل معاه، ولما سجل معاه رفض يبعت له الفلوس اللي اتفقوا عليها، وبعد كده عمل له بلوك. انا عملت الحلقة دي، هو كان وعدني انه يساعدني ويبعت لي فلوس، وانا قلت له ان يعني الكنيسة هنا بتساعدني وجاب لي سكن ب 45,000، وقلت له انا مش لاقي اكل العيال، هو ما بعتليش اي حاجة خالص، قال لي بعد الحلقة حوالها هتجيلك، ولا في حوالها جت ولا في اي حاجة شفتها منه تاني. كل يوم بعد راح هو عمل بلوك على الماسنجر عشان ما بعد طلب مني اطلع معاه تاني الفيديو تاني، قلت له مش هطلع في الفيديو تاني، انا ما خدتش حساب الحلقه الفيديو اللي انت عملته، انا عايز اكل العيال، انا غاوي اطلع على النت، انا عايز اكل العيال، انا عايز الناس تعرفني واكل العيال، اجيب لهم اكل عيال عيش حتى ما فيش. ولكن هو برضو اصر ما فيش اي حاجه، عباره عن اي حد بعت له اي حاجه ياخدها وما يرضاش يدينا اي حاجه، ما فيش حاجه وصلت. ومع ذلك بعض النصارى كشفوا حقيقته ووضحوا انه بيجيب ناس مسيحيين ويمثلوا على انهم مسلمين وتنصروا علشان يلم عليهم تبرعات. سلام ونعمة المسيح يا اخواتي. فيديو سريع كده عن الاخ الاستاذ الدكتور البروفيسور محمد رحومه الدكتور. وقف شويه سرقتك للناس، وانك تقعد تقول العبرين اللي عارفوا الحق دي المسيح ان هو متنصر. لكن احب اوريكم اتنين فيديو كده، المساعده بتاعته مرة طلعها بدكتورة ياسمين ومرة بتفيدة، شوفوا معنا الاتنين فيديو وقارنوا بنفسكم. قعدت حوالي سنة ونص تمام؟ وفي آخر السنة ونص الأربع شهور الأخرانيين تعبت قوي في البحث، تعبت قوي 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 قوي. استنجد وتطلب العون، يعني أنه خيمتها مكسورة عم بتنقط مي على الأولاد وخيمتها صارت كلها مي، فرشاتها السجادة عم تقول ما في مي. ايوه نفس مدرسة وحيد ورشيد وكله، انتوا كلكم ما بتعرفوش تعملوا حاجة غير كوبي بيست. وقفوا
كلام عن عابرين، انتوا سوقتوا سمعة الناس اللي فعلا جاية يسوع المسيح. بسببكم كتير مسيحيين وسبيشالي في مصر اقباط ما بيصدقوش العابرين، كل ده علشان انت تاخد العشور بس بتاعت المسيحيين. ظهر اليوم حرامي جديد اسمه الدكتور محمد رحومي. ليش وافق محمد رحومي اليوم انه يعمل هيك؟ وافق لانه اولا اذا ما بيرضى بيفضحوه بانه بيشتري العابر $50. طبعا مش عابر، هو انسان كذاب بيطلع بيمثل انه عابر $50. بيفضحوه بانه بيشتري العابر $50. طبعا مش عابر، هو انسان كذاب بيطلع بيمثل انه عابر $50. وده ما كانش رأي الناس دول بس، ده كان رأي ابن جرجس كمان في رحومة اللي بيوجه له رسالة وبيقول له انت كذاب وكل كلمة قلتها. انا جرجس خير ابن الاستاذ المهام، رسالتي بوجهها للرحومة الحرام النصاب اللي هرب من مصر بعد سرية اموال حفل خيري من جامعة المنيا. اما ما كناش نعرف الكلام ده، ولكن ماما وضحته الحقيقة بالأدلة وفضحته. يا رحومة انا ما كنتش عايز اتكلم بصراحة للراجل كبير، وانا ما عيبش في حد جدا، لكن يبدو انك شخص مهزأ ومدمن التهزم. اول مرة عملت فيديو قعدت تهب كتير وتكتب وتدلس وتقول كلام ما حصلش اصلا على ماما، وعامل نفسك ان يهمك مستعد، وانت اصلا هدفك تكلم تبرعات من الغلابة المسيحية اللي بيصدق كلامك كل ما بيصدقش. ولما استضفت بابا اقنعت ان هو يقول كلام انت اللي كتبته له، وقعدت تقول للناس تبرعوا لعم خير، وفي الاخر خدت انت الفلوس لنفسك، ودي عادتك وبتعملها مع كل الناس اصلا. مش بنشحت لعم خير، بس انا بطلب منكم خدمة السودان وقع خالص، خدمة الدولة العربية دي، ارجوكم اقفوا معانا، عايزين نساعد عم خير وعياله يعيشوا. عايز حد راجل محترم، وانا عارف ان الرجال المحترمين كتير قوي في الدول الاوروبية وفي استراليا وفي امريكا وفي كندا، عايزين نودي دولة محترمة. تاني انا بطلب من المشاهدين اخوكو، انتوا عارفين مش بنكذب اهو، بلاش تخلي الشيطان يعطل خدمتك ومحبتك ليسوع. اقف مع الرجل الطيب ده، اقف مع الرجل الطيب ده، عايزين يعيش ووكل عياله المكان اللي هو فيه. الكنيسة قامت بدورها واجرت له مكان خلاص. انا هو بس مش ما عندوش فلوس، مش عارف يصرف، مش عارف يوكل 4 عيال، وهو هادي 5 مش عارفين ياكلوا، بيقول لك مش لاقي اجيب لهم العيش الخبز. يعني كتر خير كنيسة اللي هي تبع جهة ما، مش هنقول ايه عشان ما يزعلوش مننا، واقفين معاه بالايجار، لقوا له المكان وادوا له المكان. احنا بقى عايزينه ياكل وش، عايزينه ياكل وش، وعايزين حد جدع، والجدعان كتير ولاد ربنا، يجيبه هو وعياله على امريكا او كندا او استراليا او اي دولة تتبناه، ويعلم عياله، يلحق يعلم عياله. ارجوكم ارجوكم اقفوا معنا، ارجوكم اقفوا مع الرجل اللي تمسك بالمسيح، رفض يبيع، ما لو باع ده كان هيبقى في شغله مدير عام، التجارة بتاعته عنده دكان كمان بعد الشغل، او كان هيملغ له بضاعة ويرجعوا له الست غادة يعني سيدة الجمال والعفاف ويرجعوها له، لكن هو رفض، قال لا ما بيعش مسيحي. ساعدوه، ساعدوا اخوكم. انا ما بطلبش بالحاح، بس عايز تحسوا بالخدمة صعبة قد ايه. احنا بنواجه تحديات وتشكيك، وقفوا معانا، محدش عايز منكم حاجة. انتوا بتبعتوا مباشرة على الخدام، انتوا مش بتبعتوا ليا، انا مش محتاج، ارجوكم وقفوا معانا. انا طالع النهارده حذر المسيح منك لانك بتكذب، ودليل انك لسه ما حرمتش من التهذيب، وطلعت تتكلم تاني عن بابا كلام، طلعت تتكلم تاني عنه كلام ما حصلش اصلا. طالع تكذب وتقول ان احنا اتصلنا بيه وقلنا لك قال الحقنا ونفخنا وبتاع. انا سميتها سلطانة الشيوخ، هحكي اسمها نهى السيد، ومعرفش ايه اتنصرت باسم ايه، اسلمت باسم حد اسمه معرفش، غدا معرفش، غدا ايه معرفش. المهم الست دي
الست دي بيسألوها، احكي لكم حكايتها طبعا في الاول، احكي لكم حكايتها. الست دي من سنة اتصلوا بي اولادها قالوا لي امنا فضحتنا، انا ما اعرفش حاجة عنها غير ان اسمها نهى السيد في احدى قرى الصعيد او احدى محافظات الصعيد، شغالة في الشؤون الاجتماعية، جوزها طلع بنفسه كلمني، يعني كلمني هو في مصر وكلمني لما طلع بره مصر، لان انا اعرفهم من فتره لما بدا يحكي معايا عن قصه مراته اللي بهدلته. ايه حكايتك يا عمي؟ قال لي انا باخد علاج واثر على قدراتي، انا اسف، قدراتي الجنسيه، ف تمردت عليا وبهدلتني. انا عايز كلمات تشد بيني وبينك لما كنا في السودان اصلا. نصيحه ليا يعني، نصيحه ليك انك تتعالج، انك انسان مريض، مريض بمرض الكبد، وحب المال اللي عمى عينك، وانت فاكر ان احنا صغيرين ومش هنكبر ونعرف الحقيقه، تبقى انسان مغفل وغلب. وده كان رد ابني عليك يا رحومه. اما ابو بقى ساب لك تعليق انا شفته في التعليقات بالصدفه، وبيقول لك انت كذاب، وبكده تكون فضحتك بجلاجل قدام النصارى اللي بيسمعوك وبتستغفلهم وتسحب منهم تبرعات لمجرد انك بتطلع على الشاشه وتشتم في الاسلام والمسلمين. وعلى فكره يا رحومه، لو كنت فاكر اني هبطل كلام عنك وعن افتراءاتك تبقى غلطان، لانك بتتكلم كلام فاضي. في الحلقات القادمة إن شاء الله هنوضح حقيقتك أكتر وأكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.